بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذا من أمتع ما يكون في مسجلات شعرية، وهو في مسألة ما يضاف إلى الشاي بين شاعر سنغالي وشاعر غيني، وهذا يرد على هذا، وهذا يساجل هذا في اختلاف الفتيا بينهما. فلنستمع أولا في منظومة ما يضاف إلى الشاي للحبيب عبد الله آج السنغالي، فماذا يقول؟ يقول هنا: مسألة فقهية فيما يشرب به الشاي لشاعر سنغال. ويشرب الآتاي بالنعناع وسكر، وذاك بالإجماع، واختلفوا فيما عدا هذين، يجوز أو يمنع دون مين، كزنجبيل وكذا قرنفل وغير الزين كقليل العسل. فقلت والفتوى على التفصيل في ذاك، فافهمه مع الدليل. فالقول بالجواز ليس يمنع، والعرف يا صاحي إليه المرجع، فإن أقره وإلا يمنع، إلا لفرد صانع ما يصنع. أما الذي يشربه الجمهور فدعه سالما ولا تجور. وقيل كل مستلذ يندب من غير ما مشورة تستوجب، لكن من مرجح المعتمد ما قلته وهو صحيح يعبد، بأنه قد يحصل الخلاف وكل ما يجلبه يعاف. أفتى به عبد الإله بن عمر، فاغفر له يا ربي وارزقه الظفر، بالعلم والتوفيق والهداية، وبلغنه من رضاك الغاية. وها هو شاعر غينية يرد عليه ويسجله فيقول: يا أيها المفتي بلا دليل، ما قلت محتاج إلى التعديل، فاسمع هديت فتوة الفقيه، فما له في الفقه من شبيه. صرف الأتاي عندنا مباح كما روته الكتب الصحاح، ومسجه بسكر محبوب، وقد نهى عن كثره الطبيب. ووضعك النعناع مع سكر يجعل نشره كنشر العنبر، ومن يجد عليه بالقرنفل فقد أتى بأفضل التنفل. والزنجبيل عندنا ممنوع، وما رواه في شأنه موضوع، واختلفوا في مزجه بالعسل، فقال قوم واجب لا تسل، وقال آخرون بالكراهة، فقلت هذا مذهب السفاهة. فأرجح الأقوال في القضية ما قد رأى شرابه مرضيا. وقد أتى في كتب الثقات تحريمه على ذوي الزوجات، كما رواه مسند العزاب عن ذيب عن أمها رباب. واللحم تركه مع اليسارة مأثمة تستوجب الكفارة. واختلفوا هل وقته معين أم شربه بالوقت لا يقترن، فقال أقوام من الكسالى تعيينه قول من السكارى. والحق ما قال به أهل النظر، تعيينه يكون خوفا من ضرر، ففي الليالي حكمه حرام إن لم يكن من أجله المنام. وشربه في طرفي النهار مذهب كوكبا كوكب من الأبرار، ويكرهونه لدى الظهيرة لما له من فعلة خطيرة. ولم أقل في هذه الأحكام إلا الذي صح عن الأعلام. أنا الذي يدعونه دنسولا، شاب يروق شعره الفحول، موطنه في غين أكناكر، يرجو وشيكا صحبة الحرائر.
يعني هي قصيدة حقيقة جميلة وفيها من الأشياء الماتعة، فجزاهم الله خير الجزاء واجزى لهم المثوبة والعطاء، وصل لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.